كيفكم يا حلوين؟ صباح الخير. اليوم بدنا نعمل مراجعة على حرف الياء. هذا اسمه حرف الياء اي. حرف الياء اي. حرف الياء اي. يلا نكتبها بأصبعنا، نمشي بخط منحني، نعمل زي البطة، تحت في عندي نقطة، في عندي نقطة. نتعرف على كلمات حرف الاي. شو هذا؟ كرسي. كرسي في يا. كرسي. كرسي. يلا نشوف كلمة كرسي. كرسي. وين الياء؟ هاي الياء. كرسي. كرسي. الإي. الإي في آخر الكلمة. إي. كرسي. إي. إي. تعرف على الكلمة الثانية؟ يد. ايدنا. يد. يد فيها يا في اول كلمة. يد. يد. طلعوا حرف الاي. يد. يد. هيو حرف الاي. هذا حرف الياء اي. حرف الياء اي. يد. يد. حرف الياء اي. يد. هلا بدنا نشكل حرف الياء. طلعوا كيف بدي أعمل اليوم. بدي أعمل فكرة جديدة وحلوة، اللي هي فكرة الصدف. أنا عندي صدف، بدي بالصدف أشكل الياء على ورقة. بتقدروا تكتبوا حرف الياء وتحطوا فوق الياء صدف، ليجو، خرز. بتقدروا تعملوا كتير أفكار. أنا اليوم حابة أستغل الصدف اللي عندي بالبيت وأعمل حرف الياء. من وين بجيب هذا الصدف؟ مين بيعرف؟ برافو عليكم، صح. هذا الصدف بيكون على شط البحر، صح؟ طلعوا ما احلى الشكل بيطلع حرف الياء. ضل عندي النقطتين، هاي واحدة وهاي كمان واحدة. شوفوا ما احلى شكل الياء بالصدف. شكل الياء بالصدف. حرف الياء اي. حرف الياء اي. حرف الياء اي. ايش رايكم مع بعض نعمل حرف الياء نكتبه بالملح؟ يلا طلعوا زي ما كتبناه اول مره، زي البطه، نقطه تحت، نقطه تحت. هذا حرف الياء اي. حرف الياء اي. طيب شوفوا كمان، إذا عندكم لوح في البيت حاول نكتب حرف الإي على اللوح. هذا حرف الإي. بطة في تحتيها نقطتين. هذا الإي. كمان مرة، شايفين الإي؟ إيه في أول الكلمة، خط أفقي، خط عمودي وخط أفقي، في تحت نقطتين. هذا إيه في أول الكلمة، إيه في آخر الكلمة، زي البطة تحتيها نقطتين. إذن اليوم حرفنا حرف الإي. حرف الياء إي. حرف الياء إي. حرف الياء إي.